ديكش اش كنقول نقدو ديك ما نعاودو نفتخو هاد المجلس ونعاودو انتخابات ونخدمو هاد البلاد بالناس المعقولين والناس اللي بغاو يخدمو. علاش في هاد البلاد الفساد ممكن يتجمع؟ ممكن الفساد الناس ديالو في السعي يتجمعوا ويولي واحد القوة ما يمكنش نهزموها. إن أن أهل الحق مشتتين، حتى شي واحد ما على باله بهذا الشيء اللي راه واقع. وحتى النهار اللي كتبغي تقول شي واحد يلا نحاربوا الفساد ما كيديهاش فيك. لا متى غادي نبقاو نقولوا داك الشعار ديال حيد على راسي وشقف؟ راه داك اللي كيشقف للناس راه غيفوت على الريوس كاملين وغيوصلك. الا ماشي هاد النهار، الا ماشي غدا، العام الجاي، الا ماشي العام الجاي، العام اللي موراه. المهم الراس ديالك غيتشقف غيتشقف. مصطفى الخصم من بعد الواقعة اللي عرفوها المغاربة كاملين مؤخرا واللي كانت بينه وبين العامل ديال الإقليم، استطاع من خلال الدعم الكبير ديال الشعب المغربي أنه يربحها. خلق قضية مازال راها معروضة أمام القضاء. اليوم كيواجه صعوبات كثيرة جدا وكبيرة جدا في المجلس ديال الإموزات، لدرجة أنه قريب يقدم الاستقالة دياله، وكيقول بلي انه خص الانتخابات ترد او تعاود من جديد. عرض اللي كاينه في مجلس إموزار اتحدت على الخصم وكتوقف له جميع المشاريع وجميع النقط المهمه اللي خصو يصوتوا عليها باش تأزم الوضعيه ديال الساكنه وديال مدينه إموزار. وشكون كيتحمل المسؤوليه؟ طبيعه الحال هو رئيس الجماعه مصطفى الخصم. باش يغطيو على هذا الشيء كامل، يعني على هذا التحالف ديال المعارضه من اجل اسقاط مصطفى الخصم، العامل ديال الاقليم او السلطه الاقليميه غادي تقرر ان الدورات يكونوا بشكل سري، يعني حسي مسي، ما كاينش اللي يشوف شي حاجه. باش الحقيقه ديال دوك الناس ما تبانش، لانه منين كيدخلوا الكاميرات الفيديوهات كيدخلوا الناس تماك كتبان الحقيقه ديال المعارضه. ملي كيشوفوا المعارضه كدير دوك الممارسات كيعرفوا الشعب المغربي بلي انه كاين ناس اللي ما صالحينش، كاين مفسدين وكاين مافيات ياك، عصابات تقف ضد مصالح الشعب المغربي. عرفتوا بان داس الدوره ديال ماي 2023 دوره داس مغلقه باسكو السلطه الاقليميه عطات الامر باش تدوز مغلقه. علاش؟ ما نعرف. انا اللي كنقول باش تحمي المعارضه اللي كتصوت ضد المشاريع وضد المصلحه ديال إموزار، ديال البلاد، ديال المواطن، وباش المواطن ما نعرفش بالناس ديال هاد المعارضه كتحمي كتصوت ضد هاد المشاريع. دياليز، جمعيه اللي كدير دياليز للناس، خصهم المعاونه، خصهم نعطيهم كل واحد حقه بالضبط. هاد البوا ما داش، ما صوتوش معنا ليه، ما بغاش يعطيو الدعم للجمعيات. ما عندي ما نقول. المفوض ديال الشركه ديال الازبال اللي ما داش، اللي هذه الرابعه المره ما كدوش. حنايا دابا كنهزو الزبل حاشاكو بالخدمات العرضيين. المواطن ولا كيدابز بيناتو. دابا طرانا واحد المشكل كبير، ماتت لنا واحد المراه اللي دابزت معها الفوزان ديالها. علاش؟ على الزبل. الا ما تحطوش هنا، الا حطوه هنا، وحنا ما نقدوش نديرو داكشي 100%. ها هما جاو دابزو، ضربها بحجره كلها، واحد مشى الحبس، خلى عائلته، مرا ماتت خلات عائلتها. علاش؟ حيت الناس المعارضه ما بغاوش يصوتوا علينا على الشركه ديال الازبال. قلت كنحشم من المواطن ديال مزار نتلاقى معاه ويقول لي راه عندي زبل هنا ولا عندي شي حاجه هنا. انا كنشوف بالنسبه لي انا، هما دابا كيقولوا كيديروا هذا الشيء باش زعما الرئيس غيتعزل، انا غنتعزل، انا ما شفار ما دار باش يعزلوني، ما عندهمش لي بوا ولا لي ريزون باش يعزلوني، هذا الشيء باغي كيحلموا. مي انا ولد مزار، انا بغيت نخدم هذه البلاد، مي هكا ما بقيتش نخدم. انا كنقول لي وتم مع المجلس ديالي اللي كاين دابا، كون غنحلوا هذا المجلس ونعاودوا الانتخابات بحال تعاود افران، والناس ديال مزار هم معاهم. وانا كنظن هاد الناس دابا اللي كيصوتوا ضد هاد المشاريع وضد مصلحه البلاد ما غيعاودوش يطلعوا. وانا كنقول لكم سمحوا لي لي نقص في حقكم، بالحق كاين الله سبحانه وتعالى. شكرا والله يعاونكم. السلام عليكم، تحيه للجميع. كتعرفوني صريح اللي كاين كنقولها.
مصطفى الخصم بصرف النظر على الانتماء ديالو، كينتمي للحركة الشعبية ولا كينتمي لشي حزب رجعي شي حزب مصالحش، داكشي شغله. انا عارف علاش كينتمي لهذا الحزب هذا. مصطفى الخصم ما يمكنش نكرو بلي انه عنده واحد الإرادة ديال التغيير، هذه الإرادة كيكشف عليها في مواقع التواصل الاجتماعي داخل المجالس وفي بزاف ديال الحوايج. ومن خلال دوك التصريحات ديالو امام وسائل التواصل الاجتماعي وفي شي بلايص كيمشي عندهم، كتبين بلي ان هذا الشخص هذا عفوي وكيهضر بنيته. حنا المغاربه راه كنعرفوا في السع اللي كيهضر بلغه الخشب، وكنعرفوا اللي كيهضر نيشان، كتقول بلي هذا كيخرج الهضره من قلبه. مصطفى الخصم كيهضر هاك هذا كاين الفساد هذا قدارو كيعطينا نيشان الوراق كيفرش الوراق، لدرجة أن بزاف ديال الناس من دوك صحاب لغة الخشب دوك زعما السياسيين اللي مجاهدين في السياسة شنو قال؟ قال لك راه ما عندوش تجربة هذاك، مسكين ما عندوش تجربة سياسية، راه ماشي شي سياسي، راه جاي من البوكس اللي كيسميتو القطاع السياسة ما عارفش علاش، لأن السياسة عندهم هي تشلهبين ولا كي غادي نسميه بالعربية. السياسة في نظر هاد الناس هادو هي تبقى تهضر بلغة الخشب، تهضر لنا بكسمتو بالسماوي ما يفهمك حتى شي واحد. لا، السياسة هي تعبر على الواقع. إذا كانت السياسة ما كتعبرش على الواقع فهذه سياسة، ولكن سياسة ديال من؟ ديال الفساد وديال المفسدين. مصطفى الخصم غادي يكسب واحد الشعبية كبيرة بهذا الطريقة ديال الدفاع ديالو وكذا، وبهذا الطريقة ديال الحرقة والغيرة ديالو على المصالح ديال المغاربة وخاصة المنطقة ديالو إيموزان. ولكن للأسف الشديد مادام أنه كاين بزاف ديال الناس خاصة في المجال السياسي وفي المجال ديال التدبير وفي السلطة اللي ما كيعجبهمش بحال هذا الخطاب هذا، ما كيعجبهمش الناس توضع النقاط على الحروف، ما كيعجبهمش يجي شي واحد ويبقى يقول لهم هذا شفار هذا شفار هذا شفار، يبغيو داك التشفاريت ما تبانش للملاء. شنو بقاو كيديروا؟ كيوضعوا له عراقيل باش ما يزيدش لقدام، بل اكثر من ذلك ربما قد يقدم استقالته في قادم الايام حسب ما جاء في تصريحه الاخير اللي عبر فيه على الاستياء ديالو تجاه جوج ديال الناس، السلطه الاقليميه والمعارضه. السلطه الاقليميه شنو غادي دير؟ السلطه الاقليميه غادي تقول بلي ان الجلسه غادي تكون او الدوره غادي تكون سريه، والمعارضه ما بغاتش تصوت على مجموعه من النقاط اللي هي مهمه جدا للسكينه. غادي نجيو النقطه الاولى. النقطه الاولى ديال السلطه الاقليميه، علاش غادي تدار الدوره بشكل سري؟ باش حتى شي واحد ما يشوف، باش منين يصوروا منين يديروا الفيديوهات وتلقوهم في الفيسبوك في اليوتيوب الناس غادي تعرف شنو كاين داخل المجلس، غادي تعرف. النقطة الثانية اللي هي المعارضة، من ما كتبغيش تصوت على نقاط اللي هي مهمة جدا، غادي تعرف بلي ان هذه المعارضة هذه الهدف ديالها هو انها تسقط شي واحد سميتو مصطفى الخصم. مصطفى الخصم هاد الناس هادو ما كيستافدوش معاه دوك المعارضة، خاصة الناس اللي كانوا ولفوا الامتيازات والفو الرخص والفو يستافدوا بزاف من المجالس. فجاتهم غريبه كيفاش هاد السيد هذا باغي يمشي التران في السكه ديالو الصحيحه. اذا حنا كمغاربه من واجبنا اننا نعرفوا، من واجبنا اننا نعرفوا بمثل هكذا قضايا باش يعرفوها الشعب المغربي، وندعموا اي شخص. انا ماشي الحزب، انا ماشي كندعم الحزب، انا ادعم مصطفى الخصم كشخص. الى غدا من غدا ولا فاسد ما غاديش نبقى ندعمه. اما الحركه الشعبيه راه حتى هو الحركه الشعبيه الحزب ديال اوزين براسو ما دعمش مصطفى الخصم، براسو تبرى من مصطفى الخصم في البيان الوقيته اللي كان عنده المشكل. انا لو كان ماشي نتوما، لو كان ما كانش الشعب المغربي، انا والله حتى يكون في السجن دابا، والله حتى يكون متابع في السجن خاصه الى ما خلصش الكفاله ديالو. ولكن منين جاو التعاطف من المغاربه كاملين قالوا ستوب، راه غادي نجيبوا شي مشطبه كبيره. داكشي علاش. اذا اليوم خص المغاربه يوعاو بلي ان حتى هما عندهم دور في محاربه الفساد، عندهم دور باش ان هذا الشيء ما يبقاش، لانه الا بقى كيهدد مانيش عارف الوجود ديال اي مصلح على وجه هذه في هذا المغرب هذا.
لان اي مصنع غادي يهرسو. شوفوا شنو شتو شنو داروا مع عبد الرحيم بوعيده، شتو شنو كيديروا مع مانيش عارف مع ناس اخرين اللي فيهم بسيط فيهم الضوء ديال انها ان انسان مصلح وباغي الصلاح لهذه البلاد هذه. فحاولوا ما يمكن انكم تدعموهم. ودوك الاشاعات ديال لا راه هذاك حتى هو وكذا، لا، الا ثاب الا كان شي اثبات حقيقي مرحبا، الا ما كاينش بلا ما تروجوا دوك الاشاعات، لان دوك الاشاعات جايين من ديك المعارضه، جايين من دوك الناس اللي كيتميلوا لديك المعارضه باش يطعنوا في مصطفى الخصم.